يا هلا والله، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. اليوم مثل ما وعدتكم عندنا شرح مبسط، وأيضا بنفتح الطاحونة هذه الجميلة من تايم مور اسمها سكلابتر 78، يرمز إلى مقاس الترس مقاسه 78 مللمتر. طبعا هذه الطاحونة تتوفر بأربع أصدارات، ولكن هذا الأصدار الأخير يجي اسمه سكلابتر 78، في الأصدار اللي ينفع للفلتر الإسبرسو سكلابتر اس 78. فالاصدار هذا اسمه سكلابتر 78 مللمتر، يتوفر منه اصدارين سابقين اسمه سكلابتر 64 و64 اس، واحدة فقط مخصصة للفلتر والاس ترمز الى الفلتر والاسبرسو. بنفتحها معاكم، بنشوف طريقة الفتح، طريقة التنظيف. استخدمناها عدة اسابيع، طاحونة جدا ممتازة، جدا صوتها هادئ مميزة، شكلها انيق، جودة عالية في الطحن وفي التناسق، بس كثير ما عليها شروحات خصوصا باللغة العربية كيفية فتح هذه الطاحونة، ونستعرضها معاكم حبة حبة ونشوف كيفية آلية الفتح والتنظيف بشكل جدا بسيط. طبعا أول شغلة عندنا هذا الفرار، نوديه إلى الصفر من ناحية التنعيم، راح يوقف معاي مثل ما نشوف هنا على الصفر، فقط نسحب هذا بشكل جدا بسيط، نحتاج يدين لأن فيها مغناطيس وفيها مثل البن يمسكها، هذا البن مع هذا البن. الآن هذه الجهة، وحتى مكتوب لك هنا أنك تحط البن هنا. طيب تفك هذا البن أو المسمار وتركبه في أي مسمار ثاني بشكل جدا بسيط، وبعدين عكس عقارب الساعة تفتح الطاحونة بهذه الطريقة لين يفك معاك كامل بشكل جدا بسيط وسهل. وانتبه وانت تلف لا يخترب عندك السنة او الثريد اللي موجودة، لانه مرة ناعمة صراحة مثل ما نشوف. هذه السنة نتكلم عنها جدا ناعمة، فننتبه واحنا نفك، وهذا البن عندنا. وبعدين بصور لكم الرموز ان هنا مكان البن الاصلي رجع مكانه. طيب الان مثل ما نشوف عندنا بنات هنا او مسامير الين كي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفتحها ونشوف كيفية إخراج هذا أو حامل الترس. قبل لا أفتح معاكم لازم أوصي وأنوه على هذا الشيء، المفروض إني أطفي الطاحونة وأفصلها من الكهرب، هذه شغلة. الشغلة الثانية لازم أستخدم مفاتيح أصلية، ما ينفع أستخدم مفاتيح تجارية عشان لا أخرب معاي رأس المسمار أو رأس الألنكي هذا، بشكل جدا بسيط. خلونا نفتحها معاكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد، هذا اثنين، هذا كان عندنا آخر مسمار شلناه، المجموع ثلاثة أربعة خمسة ستة مسامير، فقط أسحبه للخارج بشكل جدا بسيط، شوفوا. وما أحاول إني ألف الجهة هذه مثل ما كانت، راح أركبها عشان تحفظ معي بس. والله الآن الترس، بس خلونا نقرب لكم التصوير. أيوة مثل ما نشوف الآن واضح الترس، شوف التناثر اللي هنا موجود بشكل جدا بسيط، بس خلونا أوريكم كيفية سحب الترس هذا، شوفوا. فقط اللفة، لفه ونسحب بشكل خفيف، شوفوا الترس ترى شكله جدا مختلف، شوفوا ما شاء الله. هذا الترس مخصصة للفلتر ذات التناسق العالي والطحن الجميل جدا ما شاء الله. هذا الترس المتحرك، ونشوف هنا داخل الترس الثابت شكله جدا ممتاز. لو تشوفون التناثر صراحة يكاد لا يذكر، خصوصا ما اشوف ان في تلاصق كثير او كبير في التروس من ناحية البن، جميلة جدا صراحة، ادائها مرة عالي جميلة. بس خلونا نقرب لكم التصوير، تشوفون التناثر ما شاء الله، يعني يعتبر قليل جدا، ما فيه اي تناثر او التصاق كبير او ريتنشن عالي مثل ما نشوف. هذه بعد استخدام تقريبا عدة اسابيع، شوف جدا ممتازة جدا مميزة. فقط ننظفها بالفرشة، الآن نجيب لنا فرشة وننظف الطاحونة بشكل جدا بسيط مثل ما احنا نشوف، بس ننظف الترس وكذا
انا حبيت اقدم لكم هذا المحتوى لانه ما فيه حتى مراجعات على اليوتيوب، انه لها مراجعات كيفية فتح تنظيف هذه الطاحونة، فحبيت اقدم لكم بشكل جدا بسيط. والطاحونة جميلة، والطاحونة اصلا بسيطة جدا في خصوصا التنظيف او الفتح او حتى في الطحن، جدا ممتازة. بنظفها وبرجع اركب ياكم القطع قطعة قطعة. طيب خلونا قبل لا اركب الترس الثابت، لو نلاحظ هنا في مسارات 1 2 3 وهنا 4 مسارات. هذه ليش؟ المسارات حق البنات هذه او الجايد لاينز هذه عشان نركبها فيها، ما راح تركب بشكل عكسي او شكل غير ممتاز، فنحاول نركبها على المسارات لين هذا 1 وهذا 2 وهذا المسار اللي عندي وهذا المسار الثاني بشكل جدا بسيط. الجير اللي هنا او يسموه سبور جير هذا، ان شاء الله واضح، هذا يسموه سبير كات او سبور جير، وهذه المسكة عشان نمسكها وندخل مثل ما قلت القرص المتحرك او ايوه المتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكل جدا بسيط جدا جدا بسيط هذه الطريقة. الآن نجي لماسك الترس أو مثبت الترس، مثل ما قلنا نرجعها على الوضعية اللي هنا تقريبا الساعة 1 هذه الاتجاه، وبرضو هنا في مسارات ننظفها، ما راح تركب إلا في المسارات هذه، يعطي وزن إلى الترس وأيضا يحافظ على استقامة أو الألايمنت نسميها إحنا ألايمنت الترس عشان يصير عندي جودة في الطحن. ضفتها، شوفوا هنا في بيرنج أو رمان بولي يدور مع دوران الطاحونة. على العموم مثل ما قلنا الساعة 1 المسارات نظيفة، ركبها على المسارات اللي موجودة داخل هنا. بسم الله شوفوا خلاص في تنشن، طبعا السبرنج اللي هنا مع البيرنج اللي رأيتكم اياه، لو هذا خلونا اوريكم اياه مزبوط، هذا هنا شوفوا في سبرنج عشان يعطيني تنشن، حيث لو حبيت انا مخشن يصير عندي هذا الشيء. خلاص الان احاول اني اسكر البراغي هذه والالنكي بشكل جدا ممتاز متوازن، ما احاول اعطيها اي قوه اي فورس غير ممتاز، فقط بس اسكر عندي خلاص اثبت مثل ما راح اريكم الان. مثل ما نعرف احنا لازم نسكر 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6 هنا، ليش؟ عشان يعطيني تساوي والتصاق الترس بالترس بشكل جدا متوازن، عشان لا يختلف عندي فرق في الطحنة أو أن التناسق الطحنة يصير عندي مش ممتاز. احنا نعرف أصلا حتى كفر السيارة يا جماعة ما راح نسكرهم بشكل دائري، لازم نسكر واحد فوق تحت يمين يسار بعدين نرجع نكمل، مثل ما راح أسوي الآن معاكم. شوفوا إن شاء الله عن الطريقة واضحة. أنا ما أفضل صراحة نستخدم الكهربائي في التسكير أو تكفيل أي بولت، أستخدم اليدوي أفضل، ولكن أنا ما عندي، ولكن نصيحة استخدم اليدوي أفضل. راح اسكر هنا بشكل لين اوقف عندي فقط الترس او الحامل هذا بشكل. الان خشن عندي، اروح فوق واسكر عشان يصير عندي توازن في اغلاق هذا الحامل. عفوا شوفوا صرني قاعد اناظر من الجوال. خلاص اسكر فوق شوي تحت شوي لين يقفل عندي بشكل جدا ممتاز، بعدين اروح يمين وبرضو شمال. أصلا ألاحظ أن هذا قاعد يدخل شوية شوية، يعني يعطيني توازن ويتسكر بشكل جدا ممتاز. هذا راح يأثر عندي في الطحنة يا جماعة، في تناسق الطحن يفضل استخدام اليدوي. خلاص بس يقفل عندي أوقف، برضو هنا بس يقفل عندي خلاص يلتصق أوقف، برضو هنا تحت بس يسكر عندي أوقف، أروح فوق بس يسكر عندي يوقف، واروح للي بعده واللي بعده واللي بعده، واتاكد انهم كلهم مغلقين بشكل جدا ممتاز وبشكل جدا بسيط، ما له داعي تستخدم اي قوه او فورس تضغط على هذا الحامل. الان انا اتاكد انهم مسكرين بنفس القوه تقريبا، الترس لاصق ممتاز ما عندي اي مشكله. نجي لهذه معاير الطحنه هذه حق التخشين والتنعيم، مثل ما قلت وريتكم الصوره، هنا البن مكان البن اجي اركبه بشكل جدا لطيف عشان لا اخرب عندي الثريد هنا، وارجعها نفس ما كانت من المصنع اول ما وصلت بشكل جدا بسيط لطيف، لا تستعجل انك تخرب الثريد هذا. اسكر 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 لين راح توقف معي، اركب البن بشكل جدا ممتاز
أسكر أسكر شوفوا خلاص الآن واقفة معي شوفوا خلاص ما أقدر لا أروح يمين وأقدر أفتح خلاص شوفوا سكر عندي هذه أنعم طحنة الآن أجي أركب المعايير هذه المعايير هذه ما راح تختلف معاك لأن هنا في بن يركب عليه هذا البن وهذا المغناطيس مع هذا المغناطيس بشكل جدا بسيط وراح ترجع معاك الطاحونة بشكل جدا بسيط وين البن هذا طبعا أيوه خلاص أيوه الآن مثل ما نشوف أنا كنت أطحن على 3.5 طحنة الفلتر خلاص بشكل جدا بسيط المعايرة كذا أنا أخشن عكس عقارب ساعة وكذا أنعم أنا متعود أطحن على رقم 3 إلى 3.5 حتى 4 ما شاء الله كذا خلصنا تنظيف الطاحونة واستعراضها جدا بسيطة بس خذ وقتك فيها لا تستعجل طلع في المراجعة عندك سؤال عندك استفسار أبدا في خدمتك وتحت أمرك وزي ما وصيت لازم أول شيء نطفي ونشيل الباور من الطاحونة عشان سلامتنا لا تشتغل عندنا الطاحونة بشكل مفاجئ لا سمح الله الشغل الثاني لازم نستخدم مفاتيح مسامير يدوية أصلية ما يفضل أنك تستخدم أي مسامير ذات جودة سيئة عشان تخرب معاك الألن كي أسرع ممكن اللي يعرف الميكانيكا ويعرف هذه الأمور أسرع شيء يخترب فيه هذه البراغي الرأس حقها وإن اخترب الرأس صعب أنك تشيلها وتفكها يبغالك مخرطة يبغالك كذا فهذه توصية لشيئين ضروريين جدا أن نشيل الكهرب ونستخدم أدوات أصلية جدا وشوية شوية ولا تستعجل أموركم طيبة أي سؤال استفسار تحت أمركم بالقسم الثاني نجي نشرح السلبيات والإيجابيات حق هذه الطاحونة الجميلة طبعا هذه الطاحونة مميزاتها أنها مغناطيس الغطاء فيها مغناطيس مثل ما نشوف أيضا الوعاء وعاء الطحن أو وعاء تجمع القهوة أيضا مغناطيس زر التشغيل الجانبي ممكن لو نجيب الطاحونة هنا شوية قدام نشوف أنها فيها عدة سرعات الشيء الجميل اللي لاحظته فعلا صراحة أنهم موضحين السرعات اللي هنا فمثل ما واضح هنا فيها 1200 ممكن أقصى سرعة مثل ما نشوف تقريبا 1400 هذا أقصى سرعة وأقل سرعة 800 مثل ما هو مذكور هنا فبإمكانك تتحكم بالسرعة أيضا هذا يعطيك نتائج وتحكم بالطحنات وأيضا نزول الفاين الشيء الجميل أيضا فيها مفكك التكتلات هذا بإمكانك تستخدمه عشان ينزل كامل الكمية أو الفاين اللي ينزل هنا مكتوب عندك الفاينز كليرنس أو كلينر منظف الفاين اللي يتكتل في الطاحونة طاحونة أداها جدا جميل ممتازة ممكن السلبيات أو السلبية الوحيدة اللي شفتها صراحة هو صغر الهوبر ممكن ياخذ 30 جرام 25 جرام يعتبر صغير صراحة أعرف شخص يستخدمه في المقهى عنده 2 أو 3 تقريبا أداها جدا جميل جبار تتحمل الضغط ولكن بالمعقول المتوسط نقول لأنه ما فيها مراوح تبريد أو ما عليها توصية من الشركة أنها تتحمل الضغط العالي فممكن الضغط المتوسط فود تراك ضغط قليل مقهى صغير ممتاز جدا ايضا للمستخدم المنزلي السلبية الثانية اللي شفتها صراحة ان سعرها جدا مرتفع يعني يوصل الى 3200 3100 ممكن 2800 فسعرها يعتبر شوية مرتفع ولكن جميلة جدا كواليتي عالي تناسق طحن رهيب جدا جدا ممكن الايجابيات اكثر من السلبيات اللي لاحظتها في استخدام هذه الطاحونة لعدة اسابيع الان جميلة مثل ما قلت تستاهل انك لو تجرب قروس مسطحة انك ما تتعدى هذه الطاحونة عن الطاحونة متوفرة باللونين فقط اللون الابيض مثل ما هو تشوفه واللون الاسود فقط لونين من الشركة وهذا الاصدار سكلابتر 78 mm يتوفر الاصدار الثاني وغير متوفر او غير لسه ما اطلقته الشركة اصلا سكلابتر 78 S اللي هي تنفع لطحنات الفلتر وايضا الاسبرسو ولكن أنا شخصيا أفضل هذه الطاحونة مثل ما شفناها بداية المراجعة التروس جدا مختلفة عن باقي التروس اللي شفناها من قبل تروس مخصصة للفلتر ما يعطيك تناسق جدا وأداء عالي فعلا الطحن فيها هادئ جميلة جدا كواليتي وزن شكل الطاحونة مرة أنيق صراحة وفخم الطاحونة
اوفر اول يعني اعطيها صراحه 9.5 من 10، ممكن لان الهوبر شويه صغير اشوفه، ممكن هذا ينقص عندي 0.5 من 10، فاعطيها 9.5 من 10 صراحه، جميله جدا. غير ان السعر مثل ما قلت لكم شويه يعتبر مرتفع، كاداء جبار لهذه الطاحونه انا اشوف انه يستاهل سعرها صراحه. الان الى السؤال المهم، وين تتوفر هذه الطاحونه؟ طبعا انا شريتها من متجر اسمه دبل شوت، الله يعطيهم العافية، وكلمتهم للأمانة للتو اليوم إن المفروض لنا كود خصم بحيث يعني يتليق على مقامكم بسعر جدا ممتاز. هذه الطاحونة ترى شريتها شراء، ما أعرف المتجر ولا شيء، ولكن بإذن الله مثل ما قلت لكم كلمتهم اليوم وعدوني ومفروها بعد أسبوعين تقريبا، وراح يكون في كود خصم جدا جميل على هذه الطاحونة. هاي شغلة. الشغلة الثانية، عندهم أيضا منتجات خاصة فيهم وحصرية بشكل حصري من شركة تايم مور، برضو راح نستعرضها معاكم إن شاء الله قريبا، راح توصلني وراح نستعرضها معاكم من نفس المتجر، ونجيب لكم أكواد خصم على كامل المتجر والأدوات وخصوصا هذه الطاحونة. فشكرا يعني شكر كبير جدا جدا، شاكر ومقدر التعاون الجميل اللي مع متجر دبل شوت، الله يعطيهم العافية ونمسي عليهم بالخير، وشكر لا يوفيهم حقهم. فبإذن الله انتظرونا، بإذن الله نجيب لكم خصومات على هذه الطاحونة من متجر دبل شوت، وأيضا باقي المنتجات اللي من شركة تايمور العريقة.